معركة حقيقية عنيفة شهدتها السجون الإسرائيلية بين السجان والأسرى الفلسطينيين داخلها، احتجاجا على تركيب أجهزة تشويش تشكل خطورة على حياة الأسرى صحيا وتسبب أمراضا مسرطنة. احتجاجات على إثرها قامت مصلحة السجون بحرق غرف الأسرى أدت لإصابة عدد منهم بحروق. يوم أمس كان هناك ساحة حرب حقيقية داخل سجن ريمون، مما أدى إلى حرق أكثر من 10 غرف للأسرى داخل سجون الاحتلال، وهذا يدل على أن هناك ساحة حرب حقيقية، والأسرى بحاجة ماسة لكل طاقات أبناء شعبنا الفلسطيني والوقوف معهم ودعمهم وإسنادهم من أجل الضغط على إدارة مصلحة السجون، من أجل الالتزام بالقانون الدولي، وأيضا من أجل رفع أجهزة التشويش التي قاموا بتركيبها مؤخرا. الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الأسرى داخل السجون دفعت لجان الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية لتنظيم وقفة أمام مقر مبنى الصليب الأحمر بغزة وبالتزامن مع الضفة الغربية، لمطالبة المؤسسات الحقوقية والدولية للقيام بواجباتها تجاه ما يحدث للأسرى. جئنا إلى هنا إلى أمام مقر الصليب الأحمر لنقول للعالم بأنه آن الأوان للخروج من دائرة التعبير عن القلق إلى دائرة الانتصار لحقوق الإنسان التي تداس في السجون الإسرائيلية، ونؤكد على أن الدعم الفلسطيني الحقيقي للأسرى بإنهاء الانقسام البغيض الذي أنهك الجسد الفلسطيني والذي جعل ويجعل هذا الاحتلال يستفرد بالأسرى. الفصائل الفلسطينية التي شاركت بالوقفة التضامنية حذرت من أن يكون ملف الأسرى الفلسطينيين ورقة لتحقيق مكاسب في سباق الانتخابات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستفشل أمام صمود الأسرى ومطالبة بتوفير الحماية الدولية لهم. الهجمة الأخيرة والتي من خلفها جلعاد أردان وزير الأمن، والتي يحاولون من خلالها أن تكون قضية الأسرى ورقة سياسية ورقة انتخابية، وأسرانا إن شاء الله سيفشلون ذلك. هم حاولوا الانقضاض على إنجازات الأسرى المعمدة بدمائهم، سلبوا الأسرى بعض الكتب أو المكتبات الموجودة في السجون، يحاولون منع الزيارة. للعدو نقول بوضوح، احذروا أن تدخلوا ملف إساءة الأسرى في بزر الانتخابات. شلومو أردان الأمن الداخلي الصهيوني يريد أن يثبت أن يفوز بانتخابات الكنيست على حساب آلام الأسرى الفلسطينيين. الوقفة الإسنادية التي رفعت خلالها الشعارات المنددة بممارسات إسرائيل ضد الأسرى أكدت على ضرورة دعم خطوات الأسرى في نضالهم، داعية لأوسع تحرك جماهيري ضاغط لإنقاذ حياتهم أمام مجرود العدو الصهيوني. في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى، تتواصل التحركات الشعبية والرسمية وسط مطالبات بتدويل قضيتهم على أوسع نطاق لإنهاء معاناتهم ونيل حريتهم. عامر الفرة، قناة اليوم، قطاع غزة.